دلوقتي يلا بينا نروح على مدرجكم الافتراضي الشارع الابيض. اهلا بيكم في الشارع الابيض. دلوقتي تعالوا نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن برايك مين يستحق لقب رجل مباراه الزمالك والبنك الاهلي وما سبب اختيارك. فتعالوا كده نشوف اراء جمهورنا على السوشيال ميديا، ونبدا من عند محمد فتحي. صباح الخير عليك يا محمد. بيقول بصراحة اللعيبة كلها رجالة، بس أنا شايف زيزو أفضل لاعب في المباراة من أول دقيقة لآخر دقيقة، لعب جامد جدا وكان سبب إن الزمالك يفوز بالثلاث نقاط. وطبعا ما ننساش شيكا اللي نزل أهدانا الفوز بهدف عالمي متعودين عليه طبعا دايما. ألف مبروك، أول فوز في الدوري، وإن شاء الله تكون بداية كويسة وبالتوفيق للزمالك فيما هو قادم. وليد أمين، صباح الخير عليك يا وليد. رقم واحد الجمهور اللي دايما بيساند ويشجع الفريق حتى وهو خسران، وده بيدي حافز ليهم داخل الملعب. لازم الكل يركز الفترة المقبلة ويكون في روح وعزيمة من أجل المنافسات على البطولات. الجمهور زائد شيكابالا وزيزو وكل الدعم للفريق بالكامل من أجل الفوز دايما. صباح الخير عليك يا سعد. ومن غير شيكا هو الاباتشي الذهب الذي لا يصدأ، سبب عشقي وتشجيعي من طفولتي للابيض. شيكا شيكا اسطوره، شيكا حريف كوره. ساره محمود، صباح الخير عليكي. قالت الشوط الاول عواد بصراحه والتاني شيكا. صباح الخير عليك يا أنور. زيزو لأنه أحرز هدف التعادل بالرغم من النقص العددي، وغير ده كله وغير ده كله الهدف طبعا روعة. صباح الخير عليك يا أحمد. قال الجمهور زائد شيكابالا زائد زيزو. طبعا يعني احنا بنشكر كل جماهيرنا على السوشيال ميديا على الكومنتس دي. ولو هنتكلم عن رجل المباراة، من وجهة نظري أنا كواحدة من جمهور نادي الزمالك قبل ما أكون مذيعة في القناة، أنا شايفة أنه هو الجمهور. جمهور نادي الزمالك دايما هو رجل المباراة. 90 دقيقة هتاف بدون توقف، ما فيش راحة، ما فيش سكوت، دايما في أي مباراة ورا الفريق، متأخرين، متعادلين، كسبانين كمان، دايما ورا الفريق ودايما بيدعموا وبيسندوا زي ما قلنا في بداية الحلقة. من هنا وبره وفي كل مكان في العالم هتلاقي دايما جمهور الزمالك واقف بيدعم نادي الزمالك، ودايما هتلاقوا رجل المباراة هو جمهور نادي الزمالك اللي دايما واقف. طبعا يعني ده بغض النظر عن اللعيبة اللي أدت دورها على أكمل وجه واللي شفنا أداء منهم متميز، زيزو وعمر جابر وفتوح وشيكابالا. يعني طبعا مش هنتكلم عن اداء اللعيبه بس، وطبعا حمزه المسلوسي وغيرهم كتير، ولكن احنا دايما بنشوف حماس الجمهور وروحه الحلوه ان هو ده اللي بيحرك اللعيبه دي ان هم يدوسوا على نفسهم حتى لو احنا كنا فقدنا الامل، يدوسوا على نفسهم. شفنا رومنتادا الماتش اللي فات، وشفنا رومنتادا الماتش اللي قبله، كل ده بس علشان لعيبه الزمالك ما تسيبش جمهور الزمالك يروحوا متضايقين وزعلانين. تحيه طبعا لكل واحد بيروح الاستاد وبيهتف وبيساند وصوته بيروح وبيتنطط من الفرحه علشان الزمالك. تحيه طبعا لكل جماهير نادي الزمالك في كل مكان اللي دايما واقفين ورا الفريق في كل ظروف. ودايما احنا بنبقى شايفين يا جماعه الجمهور عامل ازاي، بيشجع من قلبه، سايب كل اللي وراه. دايما جمهور نادي الزمالك واقف ورا فريقه، وعمرنا ما شفنا غير ده. ده اللي احنا متعودين عليه من جمهور نادي الزمالك. احسن جمهور في مصر بلا منازع هو جمهور نادي الزمالك.